السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا عسرين يا أسود يا نمور. يشهد الله أن الواحد يرفع رأسه للسماء ويفتخر بأن مع مشتركين ومتابعين من أمثالكم. عسرين رزاح للضب سند. أي والله، وأعتذر لكم وأتأسف على الفيديو الذي نزل قبل يومين. أعتذر لكم وأتأسف، وأحب كل رأس مشترك عندي في قناتي، بس أشتي أوصل لكم معلومة بسيطة، ويا ليت انكم تفهموني صح. الفيديو الذي نزلته على حسن نية، طبعا خزلناه خترناه مشعناه فيديو ونزلناه على طول بدون اي مراجعة، بدون اي تصنع، بدون اي تنسيق، سهالة. في ناس استغلوا الثغرة حق صباح، مش تقول ان المشتركين اغتصبوا صباح، زعلوا على صباح. قد اغتصبوا اليمن، اغتصبوا الشرق الاوسط، اغتصبوا القدس، زاعلين على صباح. ليش تقول انهم اغتصبوا صباح؟ طبعا الفيديو على حسن نية، على نيتي، والذي يعرفني هو داري من هو مصطفى المومري، وما بيتصنعش وكلامه من راسه. هذا كسع امشع فيديو ونزل، ما به مراجعة ولا به شيء. بس في ناس استغلوا، الذي استغلوا الفيديو ومصطفى قال مشتركين اغتصبوا صباح، فاكيو لك انت وابوك، لك انت وابوك، بشسع نعلك وليب. اما الذي دخل نصحني باحترام وفي التعاليق والرسائل الخاصه، يا مصطفى عيب الفيديو هذا، ما يجوز تقول ان المشترك فوق عيني وراسي، انا بحذاتك بسنطلك هان، وما خبره ومشتركين ومتابعين الا ينصحوني اذا غلط ولا بسرتوني ملت، انصحوني نصيحتكم فوق راسي، نصحوني ردوني عن الغلط. بسرتوني من مين؟ ردوني. مصطفى انت غلط، انت قلت كذا. انا تأسف 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 يا عفو، عفوا وبليز بليز بليز بليز. الفيديو على حسن نية، الذي استغلوه قلت لكم هؤلاء حسده منافقين، هؤلاء منافقين من زمان. انزل فيديو فعلي اقرا ما اقدر بسرف الفيديو 14 دقيقة عاد ونزل ما بدوش ثانية، وقلت زنوة. فهذه الرسالة إلى المحبين والمشتركين والمتابعين، المحبين لي إذا بسرتوني زليت الطريق انصحوني ردوني. مصطفى أنت غلط، أنت لغبث، أنت، وأنا أعتذر وأتأسف وأتشرف أنكم تردوني على الغلط. هان أي والله. أما الذي بيستغل الثغرات، الذي بتخرج بدون قصد، بدون قصد، وأنتم داريني بدون قصد، واعتذر للمشتركين، واحب راس كل مشترك، والواحد يفتخر بكم، انتم رفعتوا راسي في السبعين، والله اني بكيت من الحشد الذي جاء. ماش استغناش انا عن الرجال، ما استغنيش عن الرجال، انتم رجال عشرين، رزاح رزاح للظهر، ما نستغنيش عنكم. فالفيديو قلت لكم على حسن نية، اما الذي استغلوه فاكيو، اطلع فوقها يا نذل، ما مع الحاسدين الا الدموع. وعلشانكم يا متابعين، قصينا الفيديو حق صباح، وانا بنقول اختصروا، قصينا من اليوتيوب نفسه قصينا، ويعني اعذروني على السب الذي بيخرج من دون قصد. يا جماعه، من يا الذي ما يسمع كلام بذيء وسب، يصير يسمع عمرو خالد، يفتح قناه الشارقه ولا ذا ويتسمع له عمرو عبد الكافي. احنا هنا زائد 18، بس ان شاء الله ما عاد اسبش، ان شاء الله خلاص، يعني امسك نفسي، والسب يكون على حمود، لا بس سبه ولا انا اسكت طيط وحمود طيط طيط. انا قد تزوجت حمود عاد وعزب، انت عليك السب والد، لا والد طيط بس ما بشتيت ما بالله. تمام، واسبوع العسل كمل، اسبوع العسل حقي كمل، والان ادخل لكم في الفيديوهات الحرق خارج نجف الرطم صغر الآن. وتحياتي وأشواقي و I love you مشتركي. أفعل اشتراك، فعل الجرس، والمسامحة يا متابعين ويا مشتركين ويا معجبين، المسامحة يا رجال المسامحة.